متى اخويا مصدع على مالك؟ السلام عليكم البنات. البنات هاد لا فيديو اللي عطيكم غدا ديروا ليا قلوب حركه اكسبلور والبارطاج. هاد لا فيديو هذا كما كتوصوني جبت لكم واحد الخدمه من الدار بحال اللي درت لكم الفيديو اللايف ديال البارح. كنتو صورتوني هاجر حنا كنكونوا عاد ولدنا ولا وحده حامله ولا ما عندهاش الوراق ولا ما عندهاش الطونسبور ولا ما عندهاش اللغه ولا عندها الدراري وما كاينش اللي قابلهم ليها بحالي. دابا انا جبت لك واحد الخدمه غير من الدار كتخدمي غير من التليفون ديالك ليسي دمو غير من التليفون ديالك عندك الكونيكسيون اختي كتخدمي من دارك. بغيتي تخدمي من دارك تدخلي مصيريف وانت مقابله وليداتك ومقابله راجلك وجامعة دارك غادي تتصلي بهذا الرقم هذا اللي غنحطو لك هنا ولا تدخلي عند السيده في التيك توك اللي هي حياه نخلي لكم هنا سميتها حياه غادي تمشي لعندها وغادي تقول اختي انا بغيت نخدم في واحد الشركه ايطاليه كتخدم الناس العيالات اللي كيكونوا باغيين يخدموا من الدار ديالهم كتعطيهم واحد المصروف كيفاش كتاخذي هذا المصروف يعني مصروف كيكون عندك واحد المصروف شهري يا انك كتحل لك واحد السيت انترنيت في التليفون ديالك وكتعمروا لك بالسلعه وانت كتبداي تبيعي فيها ماشي كتهزي السلعه وكتبداي تقلبي باش من تبيعي في الزنقانو كيكون عندك بحال داكشي ديال امازون موقع الكتروني فيه السلعه وديك السلعه هي بيع راسها سلعه زوينه كلها بيو والربح اللي فيها زوين زوين ما كاينش شي شركه من غير هاد الشركه ديال شوغان انها تعطيك الربح 50% يعني باغ اكزومبل عندك هاد الرده عاد كتباع ب 20 اورو الشركه كتاخذ 10 اورو وانت كتاخذي 10 اورو يعني الربح ديالك مضمون سيغ بلاس كتشوفيه. هاد الشركه شنو كتبيع؟ كتبيع روايح يعني اي ريحه اللي كاينه في لي اوتغام كتشدها كتبيعها نفسها غير هي ناقصه الكول وبجوده عاليه الناس اللي عندهم الحساسيه كيديروهم. كتبيع المكياج كتبيع لي برودوي ديال ميناج كتبيع لي زاكسيسوار كتبيع لي برودوي ديال الضعف كتبيع لي بيجو كتبيع برودوي ديال الدراري الصغار برودوي ديال لي زانيمو كتبيع اي حاجه يعني المتجر ديالك او الحانوت ديالك او المكازا ديالك كتكون عامره بكل شيء يعني اي واحد صيفطتي له هذاك لوليان بغى يتقدم عندك ضروري كيتقدم عندك شي حاجه الا ما عجبوش المكياج غيتقدى الريحه ما تقدرش دير الريحه غيتقدى البرودوي ديال الميناج ولا ديال لي بيبي ولا يعني ضروري غتعجبو شي حاجه. كتبقى معاك السيده كتوريك كيفاش تخدمي دير لك فورماسيون الا احتاجيتيها راه كتكون معاك. نخلي لكم النمره هنايا نعاود نقولها لكم النمره هي هذه ولا دخلوا عندها الا خلى ليا تيك توك نحط النمره غنحط النمره ما خلاش ليا غندخل عندها التيك توك ديالها دخلوا عندها الخاص قول انا مهتمه بغيت نخدم صافي. وها هو السيد مو محيح علينا السيد مو هو السيد مو كيعجبو لي فيديو اللي كتكون فيهم الموسيقى والصح والرديح